السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وسيم، واليوم جايب لكم لايف كومنتري في كول اوف ديوتي وولد وور 2 اللي هو كود 14، وراح ألعب بسلاح الفولك الجديد ذا. فكيته قبل شوية تقريبا من التحدي حق تفوز، مو تفوز، تلعب 50 جيم من سبيشال اوردر. خلينا نشوف ايش أول انطباع لي. طبعا أول جيم ألعب فيه هذا فوق، أتوقع ينزل ولا ما ينزل. سلام، 2-0 لحد الآن. حاطط على السلاح جريب وكوكترو واف ام جي، هذا مات. يا سلام، حلعب شوية كامبي كذا، أول جيم لي لا حميت ولا أي حاجة، بس راح أنزل الجيم يعني مهما صار. كويس مو كويس، إن شاء الله إيش يكون كويس عشان أقول لكم عن انطباعي في السلاح. أفقع، ما مداني أفقع. 6-1، حلو حلو حلو، سو فار سو جود، والله كويس. السلاح ثابت، وبعدين لسه حتى ما في فاير، ما في شو اسمه، ما في، لو حطيت له شو اسمه ذي رابط فاير يطلع مره خطير. في شيء كنت ابي اتكلم عنه مهم بس نسيت. افتكرت، يا سلام، ايوه. الهرجه وما فيها انه انا الحين حاليا كل يوم جالس انزل مقطع، صح؟ لو ان شاء الله انا ما اضطر، بس لو اضطريت يوم كذا اني ما انزل شيء، اني ما انزل مقطع، هل تبغوا ما انزل مقطع كذا اليوم، او اني انزل حاجه يعني مقطع مثلا جيم بلاي حلو مره بس ما في مثلا فيس كام ولا في لايف كومنتري انه قاعد اتكلم؟ انتوا اكتبوا لي في الكومنتات ايش تبون اسوي، لان انا عندي اقيام حلوه يعني قاتل فيها هاي كيلز، قتلات عاليه وماني ميت الا قليل، بس انه ما كنت مصور لا بفيس كام ولا شات، فهل تبوني انزلها او لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات. ها يلا خلينا نرجع للجيم. في واحد هنا شكله زبد، في واحد دوبه شاشتي غبشت، شكله في اقصى اليمين. انا 9-1 لحد الان، خلينا نجيب يو اي في. اذا جبنا يو اي في يا سلام، افزعوا لي انتوا. انا حاسس في احد هنا، بمشي وانا مقمص، ولا انت روح خلاص، روح طعم انت اول. يلا يلا قدم قدم، يا سلام يا سلام، خلاص يلا قتل على اليو اي في. ايش قلب رسبون ولا ايش؟ المهم خلينا نحط ذي هنا احتياط. انا بحاول ايش اركز في الخريطة اكثر. 10-1 انا، والله ما ادري مديني اجيب 30 قتلة ولا لا، بس حتى لو جبت 25 قتلة حلو الجيم، انا حنزله اني ويز. يا سلام، هذا اليو اي في. لا لا، اصلا واحد ورايا ميت ميت من اول يطاردني، طلع نينجا ما شاء الله عليه. كان بيقنصني النينجا، هذا النينجا ديد. اوف وش الايم ذا يا وسيم، ما عليك ما امشي، جبت القتلة جبتها. شالني السنايبر سبوننا، هذا جاء تربلهم ما شاء الله تبارك الله، متحمس صاحبنا. اوه هذا هو، مع السلامة، لا تتحمس علي. 15-3 انا، سو فار سو جود، السلاح ما شاء الله مره رهيب. هذا طبعا من الاسولت رايفل الجديد، ينلعب اسولت رايفل في نفس الوقت ينلعب كانه سلاح صغير، يعني حلو، مو انه يعني يتحول زي كودة القديمه بزر ولا شيء، بس لا هو يعني انه حق مسافات قريبه برضو، لانه الفاير ريت حقه عالي. وراسي السلاح صراحه، كيف حقدم هنا؟ والله ما ادري كيف حقدم هنا على الله. هذا سنايبر شلناه، يا سلام، اخوياني مقدمين، معناته هم كلهم في اليسار، يو اي في معهم، ايمي ضاع، هذا شلته، واحد ثاني في النص يا شباب، فزعة، فزعة انفايت، ويك ويك، والسعودي انقلب رسبون. لسه هنا، هم هنا، انا في رسبون ومتاكل، حس حموت من ظهري. خلينا افك يو اي في، ماني مطمن. خلينا اقدم، واحد هنا شفته، خلاص حسحب عليه انا، ان شاء الله ما يشيلني في ظهري. هذا لو اقدر اقدر فيه
يا سلام. حلو. شالني ذا 23-4. خليني افك ستريك. لا فكيته على رسبوننا والله غلطان. بس يلا. شيل لي واحد. يا سلام شلت اثنين بدل واحد. حلو. يلا 26-4. لو شيل لي بس قتله كمان نكون بالسمباتيك. هذه القتله كمان. يا سلام 27-4 بالسلاح الجديد. الاضافات زي ما قلت لكم كويك درو وجريب واف ام جي، لان لسه ما فكيت اكستندد ماجز. لو تحط معك اكستندد ماجز مره حلو. واول جيم لي لعبت فيه انطباعي عن السلاح مره جميل جدا. ان شاء الله بعدين نجيب لكم جيم بلاي ارجل من ذا، بس هذا اول جيم بلاي لي قلت انزل لكم هو. وزي ما قلت لكم على هرجه انه انزل مقاطع زي كذا. اتمنى يعجبكم جيم بلاي. كان معكم اخوكم وسيم. لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك. فامان الله.